إذا بوراوي تعليقك على الانتصارات، ثلاثة انتصارات على التوالي للاتحاد المنستيري مع المدرب فوزي البنزرتي. الاتحاد المنستيري سنقول مبروك على الأداء والنتائج. مش نتيجة البارح برك، هو أنه ثلاثة مباريات تحصل على العلامة الكاملة، هذا باين عمل إداري. بالمناسبة نحب نحيي الأخ أحمد البلي رئيس الاتحاد المنستيري، الشكر زاد لعمل فوزي البنزرتي. ليزامبرانت البصمات نتاع فوزي البنزرتي واضحة على التنظيم الدفاعي والتنظيم التكتيكي، معناتها شيء، معناتها البارح تفرجت في المقابلة كاملة بكل صراحة وكأنه فوزي البنزرتي يلعب قدامي، يعني ما نشوفش مستير تلعب، أنا نشوف في فوزي كيفاش، يعني بصراحة يفودين ذبيب مش بكري شوية الحكم سيدي، لا 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 متعودين تقولوا لنا كمدربين ما نحكموش، لا 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 عايشك عايش أنا توا شاكر، اسمعني ايش قلت لك؟ تفضل. قلت لك نشكر الإدارة ونشكر فوزي البنزرتي على العمل اللي قام به أثناء الثلاثة مباريات. هل يعقل أنا توا نجي نحكي على الاتحاد المنستيري وسؤالك واضح، نجي نقول لك لا الاتحاد المنستيري ما نحكموش عليه، لا نحكم عليه في ثلاثة مباريات. وأنا عندي ثقة، هو باش نقول لك من هنا كان حي ولا ميت ذكرني، الاتحاد المنستيري مترشح قوي للسداسيات، معناتها معناتها السداسيات للستة، للستة الأندية الأخيرة اللي ثلاثة منها وثلاثة منها للبلاي أوف، مترشح قوي. فما شكون حتى يرشح الاتحاد المنستيري أكثر منك للفوز بالبطولة؟ علاش لا؟ المنافسين باعتبار قيمة رصيد ال تحب توا نقول لك معناتها الأندية الكبيرة اللي أنا معناتها توا مانيش فاهم شكون اللي قاعد يصير. على الأداء نحكي لك، نادي الإفريقي صحيح يربح لكن ما يقنع، الترجي يربح صحيح ما يقنع، النجم الساحلي نادي صفاقسي هذول، علاش لا؟ شنو المشكلة كي ياخذ دوري حاليا؟ نحكي لك على ثلاثة مباريات شنو، وعلاش ما نقولش انا ممكن نضمن زاد الأداء سيتواصل؟ علاش لا؟ الأداء سيتواصل بون، ينون با اون فيديت معناتها اسم كبير ولا لا، لكن فما عمل ليكيب اوموجين، ليكيب منظمة، ليكيب ديسيبليني، هذا معناتها عمل نتاع مدرب باين، عمل نتاع ملاعبيه باين، وانه زاد حتى الديسيبلين دو جو، ان تري بون غارديان، اون ديفونس بيان اورغانيزي، ما تنساش البينالتي اللي ضيعوها وتربح ليتوار بين القوسين. فاش تفوق الاتحاد المنستيري؟ لا ديسيبلين دون لو جو، لا ديسيبلين دون لو جو، 0-0 يلزمك تشوفهم كيفاش لو روتور على ديفونس، كيفاش تشوف البلوك، كيفاش يشوفوا اتاك، كيفاش يخدموا الكونتر اتاك، باين عمل مدرب. خيب تو مستير احنا ما نعرفوهاش، عمناول وتعمناول كانوا باهين، هزوا كوب تونيزي، ربحوا الاسبيرونس في السوبر، لكن الاداء الجماعي نتاع الفريق من الناحيه الدفاعيه من الناحيه الهجوميه، التنظيم باين نتاع زاد عطاهم الاضافه فوزي، يا سيدي مش فوزي، لكن فوزي اعطى الاضافه للفريق، اعطاهم الثقه. تعرف الاتحاد المنستيري بعد لعب ساعة ونص ضد ليتوار، ما ننساوش هذا، ضد ليتوار وبثقة، هم ينون با ريفيزي لو جو، رد بالك وقتاش تقول انا ربح داكورد، هكا اللي يعملوا لك بلوك با ويقعدوا لك 10 ملاعبية في الديفونس، ضف 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 جات كونتر اتاك، ماركاو بونت ولا ماركاو بينالتي وربحت ليتوار، لا لعبوا بكل ثقة ولعبوا ضد ادفيرسير كبير حبة من حبة وكان دائما بيبان ليتوار.